لكن كلمتك تبان لما تلمس وتحرر. ربي أنفاسك وصوتك مليان صفحات كتابك، والسطور تشهد وتحكي عن قصدك لولادك. كل كلمة من كتابك تستاهل قدامها نقعد، ما كفاية الوقت اللي ضاع في حاجات فاكرينها بتسعد. ادينا نفحص كلامك ياللي انت لينا ومالينا، ويغلى كلامك علينا في غربتنا ولايالينا. عزيزي المشاهد، اهلا بيك في حلقه جديده من برنامجنا فاحصين الكتب، برنامج دراسه الكتاب المقدس بطريقه متانيه. لازلنا في سياق دراستنا لانجيل متى، وصلنا لجزء من اصحاح 10 بيتكلم عن سفير الملك في السجن. ماذا حدث وما هي الدروس؟ لقاءنا اليوم حول كلمه الله، ندعوك ان تشاركنا فيه. اهلا بيك. فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فأجرى بار يأخذ. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. الأعداد السابقة لهذه الأعداد اللي سمعناها يقول فيها الرب: فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها. ويختم بالقول: وأعداء الإنسان أهل بيته. وتيجي بقى الكلمات اللي قالها هنا اللي حنتأمل فيها النهاردة: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. ودي حاجة عطلت كثير من أتباع المسيح. يعني نتذكر ان مش بس الناس الاشرار اللي ما نفعوش، لكن حتى الناس المحترمين جدا اللي نفعوا اتعطلوا. يعني اتذكر إليشع مثلا قال لإيليا: دعني اقبل ابي وامي. وإيليا ما عجبوش الكلام، قال له: ماذا عملت لك؟ ارجع، اذا عايز ترجع ارجع. لكن بعد ذلك كان خادما امينا له. ونفس الحكايه بنشوفها في متى 8، لما واحد قال له: أتبعك أينما تمضي، بس اسمح لي أني أروح أدفن أبي. الرب قال له: دعي الموتى يدفنون موتهم. وده بيورينا قد ايه مفروض تبقى تبعيتنا للمسيح لها الأولوية. ما تاخدش مركز نمرة 2 إطلاقا، ما ينفعش. المسيح إما يكون رب على كل شيء، وإلا فإنه ليس رب على الإطلاق. كمان من ضمن اللي عطلته الارتباطات العائلية واحد زي يوناثان، كان بيحب داود حقيقة، وكان في عهد بينهما انه يبقى هو الثاني في المملكة، لكن بكل أسف لم يفترق عن أبيه ومات مع أبيه. وكأن السماء لم تقبل ان شخص يعيش مع شاول ويملك مع داود، ما ينفعش. إذا أراد الإنسان ان يتمتع بثقل مجد المسيح عليه أولا أن يشترك في عاره. وواحد قال تعبير جميل: إن من لم يحتمل عار نجار الناصرة وشهيد الجلجثة فلا يصلح أن يتمتع بثقل أمجاده. ده اللي بيقوله الرب في هذه الأعداد اللي احنا بندرسها. وبعدين بيقول لنا إنه مش بس مفروض يبقى الرب أغلى من الأب والأم والابن والابنة، لكن أغلى من الحياة ذاتها. عشان كده يقول: ومن لا يأخذ صليبه
ويتبعني فلا يستحقني. وفي جملة جامعة مانعة، واحد بيتمتع بكل لذائز الحياة، يعني باللغة المسيح من وجد حياته، المسيح يقول من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. مفتاح عدد 37 هو كلمة أكثر مني، المقارنة بالرب. إذا تحط في المقارنة، وللأسف إحنا دايما بنحط مجرد أن سمحنا روحنا نحط الرب في المقارنة مع أي شيء، للأسف الشيء ده بيغلب بطبيعتنا وبميولنا الطبيعية. لكن من الأصل هي مش محتاجة أن الواحد يفكر في الموضوع دوت. لما الرب قال لإبراهيم قدم إسحاق، ده ابنه خاطر مراته، بكر في الصباح قبل ما يفكر ويحط في الميزان ابني ولا الرب، مراتي ولا الرب، بكر صباحا عشان ينفذ كلام الرب، فكانت له الطوبة وكان له أحلى الألقاب. الصليب مرتبط بإنكار الذات، وأن الإنسان يبقى ليه حكم الموت في نفسه. اللي بيحمل صليبه وشيء ماشي، فالناس بتقول ده أكيد رايح يموت مدام حامل الصليب. لكن هنا الصليب مرتبط مش بالارتباط بكراهية العالم ليا ولا إنكاري أنا لذاتي، لكن هنا الصليب مرتبط بالعداء العائلي. يعني حتى لو عائلتي وأهلي قرروا يموتوني، فأنا عندي في نفسي حكم الموت، وأنا أقبل أن أموت وأتخلى عن كل شيء مرتبط بالعائلة، سواء عواطف، سواء كرامة، أو سواء إرث، أو أي حاجة، لكن أقبل أن أنا أضحي بأغلى شيء من أجل الرب يسوع المسيح. عشان كده العبارة اللي جت في عدد 39، من وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجل يجدها، عبارة مهمة جدا، ولأهميتها مذكورة في الأربع أناجيل ومذكورة 6 مرات. الكلام اللي حضرتك بتقوله يا أخ فايز، والكلام اللي الرب بيقوله هنا، يعني لازم نعترف أنه كلام مش سهل. الإنسان يعني الله وضع فيه المشاعر الطبيعية، الروابط العائلية دي ليها ثقل كبير جدا في مشاعر كل واحد. فلما يتحط الرب في مقارنة مع حد زي ما كان الأخ عصام بيقول، ولازم الرب يكسب، ساعتها معناها أنه في حاجة تانية بتتقطع، هي الرابط مع الفرد من أفراد الأسرة، وكمان مع النفس. يعني في ناس بيقولوا مفيش حاجة على الواحد أغلى من روحه، فبيقولوا يعني التعبير الدارج يا روح ما بعدك روح. لكن الحقيقة أنه إذا كان الرب فعلا هو الرب زي ما كنت حضرتك بتقول يا أخي يوسف، فيستحق أنه يعني يحصل معاه الموضوع ده. ودي حكاية صعبة جدا جدا، يمكن أنا ما اختبرتهاش، ويمكن محدش فينا اختبرها، لكن اللي اختبرها يعرف قد إيه دي حاجة صعبة، وهي دي حاجة يعني مستحيلة على الإنسان الطبيعي. لكن زي ما الرب قال بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا أي شيء، من ضمنها الحاجات دي. لكن إمكانيات الروح القدس تدي للمؤمن اللي عايز يضحي من أجل المسيح، تدي له أنه يعمل كده. ويعني أنا لسه من أيام قليلة اتقابلت مع فتاة من بلد عربي، لما أمها عرفت أنها عرفت المسيح قررت تطردها من البيت في بلد عربي. البنت هتطرد، شابة كبيرة هتطرد من البيت، وفعلا عملوا كده، والبنت خيروها، لكن البنت قبلت أنها تطرد من البيت، ومعاناة غير عادية، بس حملت الصليب وقررت أنها تضيع حياتها من أجل الرب يسوع المسيح. لكن أحب أوضح أن الاستشهاد إذا أدى الأمر للاستشهاد ليس ثمن الخلاص. الخلاص عطية مجانية، الله يعطيه بدون أي مقابل، لكن الاستشهاد إذا حدث يبرهن على صحة الإيمان فقط، والتخلي عن الارتباطات العالمية وعن مباهج العالم ليس ثمنا للخلاص. الخلاص يقدمه ربنا عطية مجانية، لكن يدل على أصالة وحقيقة الإيمان الذي يعطي الخلاص، وكمان ليه مكافآت وتعويضات إلهية عن اللي اتحرم منه الإنسان هنا على الأرض. عايز أعلق تعليق صغير على من أضاع حياته من أجلي. هنا الرب بيستخدم تعبير غريب، يعني إيه أضاع حياته؟ أضاع مش من وجهة نظر الرب، لكن من وجهة نظر الناس. فهو بالنسبة للناس هيبقى كأنه بيضيع حياته، بس المفتاح هنا من أجلي، وإذا كان من أجل الرب فهذا هو ما يستحق الحياة، مش هيبقى ضاع. فاللي بالنسبة للناس إنه ده إتلاف، زي ما اعتبر
سكب الطيب على رأس الرب يسوع إتلاف، لكن الحقيقة أنه هو مش إتلاف ولا حاجة، بالعكس ده هو ده المكسب الوحيد الحقيقي. يعني بمقاييس البشر موسى ضيع حياته وبولس ضيع حياته، يعني لما واحد يخسر المكانة الاجتماعية والسياسية والدينية والمنصب الكبير يبقى ضيع حياته، لكن في مقاييس الرب هو كسب حياته، والأبدية هتشهد إن هو عمل واختار الاختيار الصح. في المقابل من وجد حياته دي التصرف الساذج بتاع الإنسان الطبيعي، يقعد يحافظ على روحه، يقعد إنجاز التعبير بالبلد يعني يدلع نفسه قوي، راحتي مهمة، صحتي مهمة، خايف على نفسي، لا ما أقولش الكلمة دي لحد يضايقني، لا ما أقولش، وبعدين طب ما حياتي دي ممكن في لحظة واحدة تنتهي، ولا يروح واقف قدامه يقول لي اعطي حساب وكالتك، أقول الحقيقة كنت بحافظ على حياتي، خلاص راحت، خلص الموضوع على كده. قال جيم إليوت في يوم من الأيام: ليس أحمق من يضحي بما لا يمكن أن يحتفظ به اللي هو حياته، في مقابل أن يمتلك ما لا يمكن أن يخسره اللي هو رضا الرب ومكافأة الرب لي. في آخر الأعداد دي ألفت النظر إلى الثلاثية الجميلة اللي الرب ختم بيها: من يقبل نبيا باسم نبي فأجرى نبي يأخذ. ياه على الروعة، مجرد أني قابلت نبي على اعتبار أنه نبي، لما الرب يكافئني حيديني أجر نبي، العز ده. طيب أنا في الحقيقة مش هقبل نبي، لكن هقبل بار أقل من نبي، لأن النبي ده شخص عنده مواهب خاصة، أشخاص قليلين، لكن هنا واحد يميزه استقامة السيرة، رجل بار. من يقبل بار على اعتبار أنه بار فأجر بار يأخذ، روعة. طب أنا مش هقبل حتى هذا، حوصل لحاجة أقل. يقول: ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ. يعني ما هواش لا نبي من الصفوة اللي عددهم قليل، ولا واحد من الأبرار اللي برضو عددهم مش كبير، لكن مجرد تلميذ تابع للمسيح. وأنا مش قبلته، لكن عملت معاه أقل واجب يعمل اللي هو كأس ماء بارد. ولا نظن أن الكأس ماء البارد يعني جاي من التلاجة، ما كانش أيام المسيح تلاجات، لكن عاوز يقول يا دوبك جاي من النبع أو جاي من البير أو جاي يعني في حالته الطبيعية. اللي يسقي أحد هؤلاء واحد من هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. ما أروع هذا، ما أروع هذه المكافآت التي يعد الرب بها الأمناء الذين يتعاطفون مع رسله ومع الأبرار. وده المبدأ اللي حيحكم دينونة الأحياء. أيوة. بما أنكم فعلتموه بواحد من أصغر إخواتي أو أحد هؤلاء الصغار فبيه قد فعلتم. أنا بحب دايما أركز، لأن بسمع كتير ناس مش فاهمة موضوع دينونة الأحياء، وتظن أن اللي يدي الفقير ربنا حيديله مكافأة في الآخرة. لا، هي المسألة مش كده، لكن زي ما أنت قلت أنا بقبل واحد من تلاميذ المسيح الصغار دول، أنا قبلته معرضا نفسي لكل تبعات هذا القبول، لأن الكلام هنا بيتكلم عن فترة الضيقة العظيمة، دول مطاردين من الحكومة. فعندما تضبط واحد في بيتي وهو مطارد من الحكومة وقعته سود، يعني أعرف شخص مؤمن تقي كان بيأوي اليهود من بطش هتلر، وبعدين لما اتمسك الراجل ده، مع أنه راجل محترم لكنه اتسجن عدة سنوات، فده اللي عملته رحاب، كانت معرضة نفسها للهلاك لو ملك أريحة عرف، لكن عرضت نفسها لأنها آمنت بإله هؤلاء الناس. أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، أحبك ربي يسوع، وليس لي سواك أتبعك ربي دوما، أتبعك بلا رجوع، وأسبح اسمك القدوس
وليس لي سوى وأسبح اسمك يا القدوس وليس لي سواك أحبك ربي يسوع أحبك ربي يسوع أحبك ربي يسوع وليس لي سواك أتبعك ربي دوما أتبعك بلا رجوع وأسبح اسمك القدوس وليس لي سواك أتبعك ربي دوما أتبعك بلا رجوع وأسبح اسمك القدوس وليس لي سوى ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثني عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنه. أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما اذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيا. الآيات اللي سمعناها بتبتدي أصحاح 11 والجملة الأولى فيها بيقول لما أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم. والحقيقة أنه العبارة ديت بتختم العظة العظة الثانية زي ما فهمنا في أصحاح 10 عظة إرسالية الرب لتلاميذه الاثناشر. والحقيقة أن العبارة دي تكررت 5 مرات في إنجيل متى، مرة في آخر الموعظة على الجبل، ومرة هنا في آخر عظة الإرسالية، وبعد كده في آخر عظة الملكوت لما أكمل يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك. وفي أول متى 19 يعني بعد متى 18 لما أكمل يسوع هذا الكلام، وفي أول متى 26 بعد الموعظة بتاعت جبل الزيتون عن المستقبل. ودي بتورينا العظات اللي كانت اللي بيسجلها متى، وما بين هذه العظات في السرد بقى الطبيعي بتاع الانجيل، وهنا بيستأنف مرة تانية السرد بتاع الروح القدس. وبيقول حاجة يعني حلو ننتبه ليها، انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم. يعني مش هو بعت التلاميذ وراح يستريح، لا، هو بعت التلاميذ صحيح في الإرسالية، وهو كمان برضو راح يكمل المهمة بتاعته يعلم ويكرز في المدن. وبعدين الكتاب بيقول لنا على حاجة حصلت، هي انه يوحنا المعمدان كان مسجون وهو في السجن سمع عن الأخبار بتاعت المعجزات اللي بيعملها الرب يسوع. والرجل العظيم ده اللي هو كان بيهيئ الطريق أمام الرب يعني حصلت له أزمة فكرية، إنه إزاي أنا السفير بتاع الملك، وإذا كان هو الملك فعلا إزاي أنا أبقى في السجن؟ فمش ممكن يكون هو الملك وأنا
السفير بتاعه مسجون، فبعت 2 من تلاميذه بيسأل روحوا قولوا للرب أنت هو الآتي أم ننتظر آخر. ولما نقرأ في إنجيل لوقا الحادثة دي نعرف أنه الرب يسوع عمل معجزات قدام التلميذين وقال لهم روحوا قولوا ليوحنا ما تسمعان وتنظران، يعني الكلام ده هم كانوا شهود عيان عليه وشافوا الرب بيعمل كده، العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون. ودي كانت الأدلة الحاسمة إنه هو الآتي، هو المسيح. استكمالك لكلام حضرتك، مشكلة مزدوجة عند يوحنا أن المسيح بحسب تعليم العهد القديم يطلق الأسرى، روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأرسل المستحقين في الحرية لأفك القيود. فإزاي يبقى هو كان حر بإيه جوه السجن؟ حاجة تانية إن المسيح سيقضي على الأشرار، وما اللي بيحصل فوق؟ ما هو كان في قلعة ماكيروس اللي هو القصر بتاع هيرودس، حفلات المجون فوق وهو في القبو تحت، فين القضاء على الأشرار؟ فين اللي أنا قلته الذي رفشه بيده سينقي بيضره يجمع التبن ويحرقه بنار لا تطفأ؟ طب ما هو الرجل عمالي يحشش ويعربط فوق وإحنا في الغلب ده. فهذا الأمر جعله يتعثر، والرب بعت له رسالة تشجيع، وأكيد نفعت لأنه ما نعرفش أنه فورا أطلق استشهد، لكن أكيد قعد كم فترة من الزمن ثم بعد ذلك قطعت رقبته. أكيد كلام الرب المشجع لي نفع هذا العملاق البطل لما قال له وطوبى لمن لا يعثر فيا. الجميل في يوحنا أنه عنده الشكوك ديت في الرب. أيوة. يروح لمين؟ للرب، للرب نفسه. كان ممكن يكلم نفسه ويطلع باستنتاجات خاطئة، طبعا بقول تأكيد، كان ممكن يكلم الناس وغالبا برضو كانوا هيخدون استنتاجات خاطئة. بس لما يبقى عندي معضلة مع الرب، لما يبقى عندي علامة استفهام كبيرة، الوحيد اللي يعرف يرد عليها ويريح قلبي هو الرب نفسه. يوحنا المعمدان لما مات كان سنه ما زادش عن 30 سنة بكتير، يمكن ما كانش كمل 31 سنة، وده يخلي الناس تحط علامة استفهام كبيرة. يعني هل واحد زي يوحنا المعمدان اللي الرب شهد عنه أنه أعظم المولودين من بين النساء، واللي شهد عن المسيح أروع شهادة، واللي قال أنه ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص، واللي قال الكلام الجميل اللي يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي، واللي قال أنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لأعمد بماء قال لي الذي ترى الروح القدس نازلا ومستقرا عليه فهو الذي يعمدكم بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. هل بعد كل الكلام ده الشخص المتنبأ عنه بالروح القدس، هل بعد كل ده يسمح له الرب بالألام دي والمعاناة الرهيبة دي، وفي الآخر يموت في عز الشباب وإنجاز التعبير ويموت ميتة رهيبة؟ يعني في الناس تقول مات على سريره، مات وسط أهله. يوحنا المعمدان لا مات على سريره ولا مات وسط أهله، ومات إكراما لواحدة رقاصة. ليه عشان إيه كده؟ لكن مش بنستغرب لأن عالم يميزه الشراسة والنجاسة، مش بنستغرب، وده اللي بيحصل لغاية دلوقتي للأطقياء والرجال الله، فمش بنستغرب. بس فعلا في المعاناة هو راح للرب وسأله، وبعد ما مات تلاميذه راحوا للرب وقالوا له، تقدموا ورفعوا الجسد ودفنوه وراحوا قالوا بتساؤلاتهم وحيرتهم ومخاوفهم، راحوا قالوا للرب. فهم سواء يوحنا المعمدان أو تلاميذه يرسمون الطريق في المعاناة، إن أروح للمسيح أروح أقول له، وهو أكيد عنده إجابات لكل التساؤلات. ما ننساش إنه الكلام ده اتقال في سياق معين في السرد بتاع إنجيل متى، إنه كان المسيح بيقدم نفسه للأمة باعتباره المسيح عمانوئيل الله معنا اللي في وسطهم، وكان بالنعمة بيعمل أعمال عظيمة جدا، ومع ذلك كانوا بيرفضوه ولقبوه بعلزبول زي ما قال الرب بنفسه في أصحاح 10 وزي ما هم قالوا فعلا في أصحاح 9. فالحقيقة إنه الموقف ده بتاع يوحنا المعمدان ومكانه هنا بالذات في الإنجيل بيحط يعني الناس كلها في الشعب على المحك. وعلشان كده العبارة اللي قالها الرب في آخر الكلام اللي قاله للتلميذين طوبى لمن لا يعثر فيا،
الحقيقة إنه الكلام ده بيفصل ما بين مين اللي هيأمن ومين اللي مش هيأمن. هل في أدلة؟ الأدلة وافرة، واللي هي المعجزات اللي الرب بيعملها، اللي يقول عنها في رسالة العبرانيين إنها قوات الدهر الآتي، القوات اللي بتثبت مجيء المسيح. الأدلة يعني حاسمة وقاطعة، وعلشان كده هل هتقبل الدليل ولا لأ؟ الحقيقة زي ما احنا عارفين هم ما قبلوش وأصروا على رفضهم. أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ اللغة اليونانية فيها كلمتين لآخر، آخر من النوع ذاته وآخر من النوع المختلف. هنا آخر من نوع مختلف، ويبدو أن دي كانت تعليم عند بعض الفريسيين، بعض الكتبة، لما ما قدروش يوفقوا بين الآيات التي تكلمت عن المسيح، بعضها أنه جاي بالوداعة وجاي بعمل الخير، وبعض الآيات الأخرى أنه حيقضي ويدين. فبعض المعلمين علموا أن في اتنين مسيح هيجوا، فيبدو أنه يوحنا اتلخبط اتحير، فبيسأل المسيح أنت هو الآتي ولا نستنى واحد تاني؟ والحقيقة ببساطة دي إجابة تفيد يوحنا المعمدان وتفيد كثيرين في المسيحية، أن المسيح أتى مرة بالوداعة والتواضع لكي يموت ويقتل ويصنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، لكنه سيأتي مرة ثانية بصورة مختلفة اختلافا كاملا وجذريا، جاي في نار لهيب معطيا نقمة. ناس كثيرة ما بتحبش الكلام ده، بس ده كلام الكتاب، واحنا حنقي. الرب جه مرة عشان يتألم ويموت، وسيأتي مرة ثانية لكي يدين كل من لم يؤمن به. عشان كده الأمر ده لو فهمه يوحنا المعمدان هيرتاح، ولو فهمه عدد كبير من المسيحية اليوم هيفهموا الكتاب المقدس وهيرتاحوا برضه. لو كان فهمه كان قال الجملة بطريقة مختلفة، كان يقول له أنت هو الآتي وننتظر مجيئك الآخر. وفي الحقيقة هو الآتي، مش كده؟ وهو الآتي، يعني هو لما جه مجيئه الأولاني إتماما لأنه الآتي، لكن أيضا في عبرانيين أصح 10 بعد قليل جدا سيأتي الآتي. وآخر سفر الرؤيا أنا آتي سريعا، فالمسيح أتى وسيأتي. وبينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هوذا الذين يلبسون الثياب الناعمة، هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي، فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. في هذه الأعداد الرب يسوع المسيح بيشهد عن يوحنا شهادة بأرواحها، وهو كأن الرب خاف إن هو الناس اللي سمعت اللي قالوا التلميذين اللي أرسلهم يوحنا يقولوا السفير بيشك وتبقى يعني وحشة في حق يوحنا، فالرب بيشهد عنه شهادة في منتهى الروعة والجمال، فبيقول ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ فاكرين يوحنا ده نبات كده ضعيف الريح عمالة تاخده، أو أنتوا فاكرين أنه هو شخص متنعم؟ لا، المتنعمين في قصور الملوك، لكن ده شخص ثابت وقوي وعارف هو بيشهد عن إيه، وقال عنه أروع شهادة ممكن تقدم عن شخص، أنه لم يقم من بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. والبعض قال أن دي مبالغة من الرب، لكن أنا ما أعتقدش أن الرب في كلامه إطلاقا يعرف المبالغة، ما قالش مبالغة، لكن الشهادة هنا مرتبطة مش في شخص يوحنا، لكن مرتبطة بمركز يوحنا باعتباره سفير الملك، فاللي عطاله العظمة الحقيقية
العظيمة دي أنه كان مرتبطا بالمسيح، كان سفير المسيح وشهد عن المسيح شهادة وأكمل الشهادة بأمانة تمام، فده اللي عطاله الشهادة العظيمة بفم الرب نفسه. لكن قال إن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، برضو الأصغر في ملكوت السماوات ليس بالارتباط بشخصه لكن بالارتباط بالرب يسوع المسيح. جميل إنه بينما ذهب هذان ابتدى يسوع يقول لجموع، ما كان يطري المعمدان في وجود تلاميذه كأنه يداهنه، لكن بعدما دول مشيهم ابتدى المسيح يشهد أعظم شهادة عندما فشل المعمدان. المعمدان مرسل لكي يشهد للمسيح وليس لكي أن المسيح يشهد له. لكن رائع، أفتكر إف بي ماير قال تعبير جميل، قال إن السماء لا تقدم أحكاما مزاجية، يعني إذا كان يوحنا المعمدان كويس السماء تمدحه، وعندما يفشل السماء تديله. لا مش كده. أروع حاجة حصلت لإيليا بعد أن ظهر فشله، ظهر فشله لكن ربنا كان مجهز له إكرام لم يكرم به أحد نظيره عندما اختطف حيا إلى السماء. وهنا الرب يقول أروع كلام عن أي إنسان في الدنيا بعد ما ظهر فشل يوحنا المعمدان. عظيم. المسيح سأل الجموع ثلاث أسئلة، اثنين منهم استنكاريين والسؤال الثالث إيجابي. فبيقول لهم في السؤال الأولاني، ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ والريح هنا صورة للتعليم المضلة بسبب رئيس سلطان الهوى زي ما نفهم من أفسس 2 وأفسس 4. هل كان يوحنا المعمدان قصبة تحركها الريح؟ الحقيقة لم يكن قصبة، كان عمود وما كانش بيحركوا الريح لكن بيحركوا الروح القدس الذي كان ممتلئ به من بطن أمه. السؤال الثاني، ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ طبعا الإجابة كلا، لأن الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك وليس في قبو الملوك في سجون الملوك. كان في ذلك الوقت يوحنا في القبو في السجن. السؤال الثالث، بل ماذا خرجتم؟ أنبيا؟ وهنا كانت الإجابة نعم، أقول لكم وأفضل من نبي. وأعتقد أنه أفضل من نبي مش بس لمركزه زي ما قلت يا أخ فايز، لكن أيضا لأنه نبي جاءت عنه نبوات، مش نبوة ولا اثنين، ثلاث نبوات، إشعياء 40، ملاخي 3، ملاخي 4. صحيح في ملوك جت عنهم نبوات زي يوشيا وكورش الفارسي، لكن نبي جت عنه نبوة محدش في كل الكتاب نبي جت عنه نبوة، لا ثلاث نبوات غير يوحنا المعمدان. درس لازم نتعلمه ان احنا ما نحكمش على الشخص بموقف واحد او بسخطة، بالعكس ده كل الماضي بتاعه بيقول الراجل ده ماضي محترم من البداية، من وهو في البطن لما سجد في دخول المطوبة مريم وهي تحمل المسيح. لكن مرورا بكل الكلام ده فالرب بيقول انا ما اجيش على واحده وطيرها لك خالص. احنا بنعمل كده، احنا بنعمل كده ومحتاجين البشر عموما محتاجين ما نتعلمش، نتعلم ما نعملش كده. يعني لو رئيس بلاد عمل حاجات كتيره كويسه للبلد وبعدين جه غلط غلطه ينسوا له كل حاجه. كمان روعه التوازن المسيح، يعني لا طبطب على الشك بتاعه، رد عليه الشك ترد عليه، ولا في نفس الوقت طعن في الشخص، يعني يطبطب على الشخص إنجاز التعبير ويواجه الشك. لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. صحيح أنه يعني يوحنا هو أعظم المولودين من النساء، ولما المسيح ليه كل المجد يشهد الشهادة دي يبقى ما فيش بعدها كلام، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، وده لأنه الأصغر في أي حد في ملكوت السماوات مش بقى بيشهد للملك كسفير للملك. فيوحنا المعمدان مركزه أنه هو بيهيئ الطريق أمام الملك، لكن الحقيقة أنه مش من الملكوت حتى وقتها، لأنه الملكوت لم يكن قد أسس بعد. لكن لما يؤسس الملكوت الأصغر في ملكوت السماوات أعظم من يوحنا المعمدان. لما المسيح سأل السؤال أنبيا نعم أقول لكم وأفضل من نبي، فإن هذا، وحرف الفاء هنا فالسببية،
ليه هو أعظم النبي؟ فإن هذا هو الذي كتب عنه فجاءت عنه نبوة. إيه هي النبوة؟ هأنا أرسل أمام وجهك ملاكي. وردت فين دي؟ وردت في ملاخي أصحاح 3. وبعدين في نبوة تانية في نفس الجزء ده اللي جت في ملاخي 4. وبعدين في نبوة تالتة قالها المسيح عنه وقالها الروح القدس عنه اللي هي صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب. لكن أنا عايز أقف شوية عند هأنا أرسل أمام وجهك ملاكي. نتذكر أن موسى لما طلع الشعب من أرض مصر الرب قال له في خروج 23:20 هأنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق. أمام موسى اللي بيقود الشعب أرسل ملاكا، لكن أمام الرب ويوحنا المعمدان الذي سيهيئ الطريق أمام الرب مش أمام موسى، هأنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامي. علشان يمكن يا أخ يوسف يمكن بعض الناس ما يعرفوش معنى كلمة ملاك. ملاك يعني مرسل ببساطة، علشان بس ما حدش يفتكر إنها يعني ملاك زي الملائكة بتاعت السماء، لكن ملاك معناها رسول أو مرسل. البعض بيقول إن في نبوة ملاخي 4 ملائكة، هو ملاخي يعني ملاك. وبعدين أرسل أمام وجهك ملاكي برضو ملاكي. وبعدين اللاوي هو رسول رب الجنود فهو ملاكي. يعني كلمة ملاكي كويس إن احنا نعرف إن المقصود منها رسول مرسل أمام الشخص لكي يهيئ الطريق أمامه. الرب بيقول ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا، وده اللي حصل فعلا، لأنه الحقيقة أنه يوحنا زي ما بنفهم من الأناجيل أنه هو كان في البراري وكان يعني عايش هناك، وابتدى يكرز في برية اليهودية والناس خرجوا ليه، يعني هو الناس ابتدت تروح له وهو ابتدى يكرز بالكرازة بتاعته في البرية. فالحقيقة يعني التأمل الجميل في الحكاية ديت أنه الراجل ده عاش حياة مش سهلة، عاش حياة في البرية، بس هي كمان كانت حياة الانفصال، لأنه منفصل عن الشر بتاع الأمة. الأمة كانت في حالة صعبة جدا، لكنه هو كان بعيد جدا عن شر الأمة، وعلشان كده نفع أنه هو يكون كارز ومرسل ويهيئ الطريق إلى أمام الرب. بس في الحقيقة في كلمة غيظ، يعني الآية اللي حضرتك أشرت إليها، ماذا خرجتم لتنظروا؟ تنظروا يعني مجرد فرجة، سقيفة، ويشجعوا اللعبة الكويسة، مش كأنه مرسل من الله برسالة توبة والوقت حرج جدا، وإذا ضاع منهم الملكوت حيتبهدلوا لمدة 2000 سنة ولسه اللي جاي أصعب. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ مجرد ناس بتتفرج. وده خطر جدا يا أخي يوسف الكلام اللي حضرتك بتقوله، وأستغل الفرصة أني أوجه رسالة تحذير لكل حد بيعتبر أن الموضوع فرجة، وناس كتيرة جدا بيروحوا الكنائس عشان يتفرجوا، وناس كتيرة جدا لحد النهاردة بيروحوا أماكن وبتقدم فيها يمكن رسالة الإنجيل، لكن بالنسبة لهم الموضوع مجرد فرجة. لكن الحقيقة إذا ما لحقتش بالفرصة الجميلة المقدمة بشارة نعمة الله إنه في خلاص وفي غفران وفي تبرير من الخطية، دلوقتي مش هتلحق الفرصة أبدا بعد كده. طريق الخلاص، طريق السماء، بس هو المسيح. تحب تتوب وما تدفعش ثمن، بس تحب تتوب وما بقاش في حزن جواها. تجمع ما بين فساد سدوم وعمورة وما بين كبرياء الصور وصيدا. المدن اللي اتكلم المسيح عنها بالويل اختفت تماما دلوقتي. عزيز المشاهد، قال الأخ المعروف ويليام كيلي: الكتاب المقدس، الكتاب المقدس وحده، الكتاب المقدس كله هو أساس إيماننا. هذا الكتاب العظيم أعظم ما أعطاه الله لبني البشر، علينا لا أن نقرأه فحسب بل أن ندرسه. ونحن ندرس الكتاب المقدس في برنامج فاحصين الكتب. الرب معنا.